أسعدتم بالخير مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المقلة المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. استعدادات مكثفة في حضرموت لتفادي أي مخاطر محتملة لإعصار كيار. إطلاق حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المخالفة لقواعد السير بالمقلة. الإمارات تزود مديرية الحد يافع في لحق بكميات من الأدوية لعلاج مرض الدفتيريا. أهلا بكم. نبدأ من العاصمة عدن، حيث استقبل الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ أحمد لملس وفد القنصلية الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد رجب، وناقش اللقاء سبل التعاون والتنسيق المشترك بين القنصلية الفلسطينية في عدن وبين المجلس الانتقالي. وناقش اللقاء سبل التعاون والتنسيق المشترك بين القنصلية الفلسطينية في عدن وبين المجلس الانتقالي في عدد من الجوانب والمجالات، خاصة في النشاط التجاري والاستثماري والسياحي. وأطلع لملس وفد القنصلية الفلسطينية على نشاط الجاليات الفلسطينية في عدن، خاصة في مجالات الاستثمارات السياحية والجوانب الفنية والثقافية. وفي سياق منفصل، بحث الأمين العام للمجلس الانتقالي الأستاذ أحمد لملس مع نائب مدير مصفاة عدن المهندس سعيد محمد أوضاع المصفاة وسبل استعادة دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، مستمعا إلى شرح موجز حول وضع المصفاة وسير العمل فيها ونشاطها خلال الفترة الماضية. كما تم بحث المقترحات والتصورات التي من شأنها أن تعيد للمصفاة دورها ونشاطها الريادي. ومن حضرموت، عقد وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش لقاء مع القائمين على غرفة الإرصاد والإنذار المبكر بديوان المحافظة للإطلاع على الحالة المدارية ومتابعتهم لتحليل ورصد مسار واتجاه الإعصار. يأتي ذلك ضمن استعدادات مكثفة تجريها السلطة المحلية لوضع إجراءات احترازية عاجلة لتفادي أي آثار أو مخاطر محتملة لإعصار كيارا. وأشاد الوكيل بن حبريش بالجهود التي يبذلها العاملون في غرفة الإرصاد الجوية ومتابعتهم للحالات المناخية والجوية المؤثرة على حضرموت خاصة والوطن عامة، داعيا المواطنين إلى أخذ المعلومات من مصدرها السليم. هذا كما يعقد وكيل أول حضرموت لقاءات مستمرة مع المختصين في المكاتب الخدمية والجهات ذات العلاقة، وحثها على رفع درجة الاستعداد ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة. وفي ذات السياق، أصدر مكتب الصحة بساحل حضرموت تعميما لمدراء مكاتب الصحة والمستشفيات الحكومية والتعاونية، قضى بموجبه رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة الآثار المحتملة لإعصار كيار. أصدرت غرفة الإرصاد الجوية والإنذار المبكر بديوان حضرموت نشرتها الإشعارية الخامسة حول متابعة الحالة المدارية في بحر العرب كيار. أوضح الإشعار أن إعصار كيار يصنف من الدرجة الرابعة بسرعة وصلت ما بين 130 إلى 125 عقدة، ويبعد مركز الإعصار عن مدينة المقلة نحو 1720 كيلومتر. وأشار الإشعار عن تحرك الإعصار خلال مساره الأولي إلى غرب وسط بحر العرب، ومن المتوقع أن يتراجع تصنيفه تدريجيا عند اقترابه من مياه بلادنا الإقليمية، مجددة التأكيد أن لا تأثيرات مباشرة على بلادنا خلال الثلاثة الأيام المقبلة، ومنوها بإصدار نشرة تنبيهية بحري خلال 48 ساعة القادمة لربابنة السفن والصيادين بالمياه الإقليمية. عقدت قيادة مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت ورشة عمل خاصة بالأنشطة اللصفية بفصليها الأول والثاني بمدينة المقلة، وقدمت خلال الورشة أربع أوراق تخصصية حملت عناوين الأهداف العامة لخطة النشاطات اللصفية والأنشطة المدرسية تشجيع وتحفيز، وكذا الأنشطة المدرسية التنوع والتطبيق الميداني في مدارسنا، إلى جانب أهمية مشاركة المدارس في المعارض المدرسية. واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون خطة الأنشطة اللصفية للعام الدراسي الحالي التي تضمنت 58 نشاطا مقسمة على الفصلين الأول والثاني، وبأنشطة علمية وثقافية ورياضية ومسرحية، ومسابقات في حفظ القرآن ومناشد متنوعة للأطفال، ومعرض الوسائل التعليمية 17 و18.
دشن المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت دكتور رياض الجريري الدورة التدريبية لمبادرة من أم إلى أم لتعزيز السلوكيات المنقذة للحياة الممولة من قبل منظمة اليونسيف في عدد من المديريات. وخلال التدشين أكد الدكتور الجريري على أهمية البرنامج الذي سيسهم في تعزيز الكثير من سلوكيات الأمهات وتقديم الحماية اللازمة لجميع الأطفال، وأشاد بعمل برنامج التواصل من أجل التنمية في المديريات المستهدفة وانعكاس مخرجاته من خلال الحد من انتشار الأوبئة ونشر الطرق الصحية السليمة لتوفير الحياة الآمنة من الأمراض. وأضاف الدكتور الجريري أن هذا البرنامج سيسهم في رفض مديريات المكلا والشحر وغيلبة وزير وديس الشرقية وحجر بعدد 10 نوادي صحية مشاركة في حملة من أم إلى أم على أن يكون في كل مديرية ناديين. دشنت بمدينة الشحر حملة الرشا الضبابي والحملة التوعوية للقضاء على البعوض الناقل لحمى الظنك في المديريات المستهدفة بساحل حضرموت بتمويل منظمة اليونسيف. وفي التدشين الذي حضره مدير مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري ومدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق، قال الدكتور الجريري إن هذه الحملة تأتي مبكرا لمنع ظهور أعداد كبيرة من الحالات المرضية المصابة بحمى الظنك والقضاء على البعوض الطائر وبؤر توالده من خلال حملة رش ضبابي والحملة التوعوية التثقيفية. وشدد الجريري على الطواقم المنفذة للحملتين ببذل قصارى جهدهم للوصول إلى كل الأماكن المستهدفة، مقدما شكره لقيادة السلطة المحلية بالشحر لتعاونها المتواصل مع كل الحملات ولمنظمة اليونسيف التي تسهم بشكل ملحوظ في دعم الخدمات المقدمة للمستفيدين في كل المستويات الصحية. بدأت اليوم أعمال إزالة معوقات مياه السيول المتدفقة عبر وادي السوق بمنطقة زقفة بمديرية الشحر بتمويل من شركة بتروم سيلا. وتشمل أعمال المشروع إزالة أشجار السيسبان من الأجزاء المحاذية للجسر الأرضي المؤدي للقرية وتسوية قاع الوادي لمنع تجمع مياه السيول. وتقدر مساحة عمل المشروع بحوالي 4500 متر مربع، ويستفيد منه سكان قرية الزقفة الذين يتجاوز عددهم 3000 نسمة. وعبر الأهالي عن ارتياحهم لتنفيذ هذا المشروع شاكرين بتروم سيلا على تجاوبها مع مختلف متطلبات المنطقة في مختلف المشاريع. تسلمت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون حافلة مقدمة من مصنع رفا للصناعات الدوائية بسيئون، وذلك في إطار اهتمام القطاع الخاص بالعملية الأكاديمية. وخلال مراسيم التسليم أوضح مدير عام مصنع رفا فهمي فلهوم بأن إدارة المصنع تسعى عبر مشاريعها المختلفة إلى تقديم الدعم والمساندة لجميع شرائح المجتمع. من جانبه أعرب عميد كلية الطب والعلوم الصحية بسيئون الدكتور حسين باكثير عن شكره وتقديره لمصنع رفا للصناعات الدوائية على مساندتها ودعمها للأنشطة بجامعة سيئون عامة وكلية الطب خاصة. اختتمت بمدينة سيئون فعاليات المخيم الطبي الأول لمرض التلاسيميا وأمراض الدم الوراثية الذي نظمته مؤسسة السدن للتلاسيميا وأمراض الدم الوراثية، والذي استمر على مدى 3 أيام. وخلال المخيم اكتشفت نحو 24 حالة جديدة من مرض التلاسيميا وأمراض الدم الوراثية بالإضافة إلى عدد 64 حالة استفادت من المخيم الطبي الأول، حيث تم صرف لهم العلاجات والأدوية مجانا بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتخلل فعاليات المخيم الطبي ندوات علمية حول السياسة العلاجية لأمراض الدم الوراثية بمشاركة 15 مشارك ومشاركة من الأطباء والمختصين في مستشفى سيئون العامة. اختتم فريق الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي حملته لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للكبار في مدينة المكلا. وذكر المركز بأن الفريق تمكن من إجراء 12 عملية جراحية و80 عملية قسطرة قلب خلال 5 أيام في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بالمكلا بمشاركة نخبة من أطباء القلب بالسعودية، لافتا إلى أن هذه الحملة تعد الرابعة في جراحة القلب والتي ينفذها المركز في اليمن خلال هذا العام والخامسة في سلسلة الحملات الطبية التطوعية.
أطلقت شرطة السير بساحل حضرموت حملة مرورية وأمنية لضبط الدراجات النارية المخالفة لقواعد السير وطرق السلامة العامة بمدينة المكلا، حيث تهدف إلى إجبار سائقي الدراجات النارية على الالتزام بقواعد وآداب المرور. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. قف هنا، فأنت في حضرة الحملة المرورية، حملة أطلقتها شرطة السير بساحل حضرموت لضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد السير وآداب المرور بمدينة المكلا. وتهدف الحملة التي شاركت فيها شرطة الدوريات والقوات الخاصة والدفاع المدني وأمن مديرية المكلا إلى إجبار سائقي الدراجات النارية على الالتزام بقواعد وآداب المرور وللحد من الحوادث المرورية التي تتسبب بها هذه الدراجات وينتج عنها وفيات وإصابات خطيرة. احنا نزلنا صباح هذا اليوم حسب توجيهات المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت لتنفيذ حملة أمنية، وخصوصا نحن نتكلم عن الشق اللي يخصنا فيه المخالفين من سائقي الدراجات النارية وصغار السن كذلك والقزوزات المزعجة وكذلك صغار السن من سائقي السيارات. فنحن اليوم نزلنا بمشاركة كل الوحدات الأمنية المكلفة من قبل مدير عام الأمن والشرطة لتنفيذ الحملة. الحملة هذه أتت بعد حملات توعوية نفذتها إدارة التوجيه المعنوي بأمن ساحل حضرموت وشرطة السير، تهدف في مجملها إلى توعية المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة وأخذ الاحترازات الضرورية تفاديا لأي حوادث. سبق حملة هذا الضبط هذا اليوم حملة توعوية إقامتها إطار التوجيه المعني والعلاقات العامة عن ثلاثة محاور، وهي عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق الإذاعات المحلية، وعن طريق القنوات التلفزيونية. أدعو سائقي الدراجات عدم الركوب 3 أشخاص على الدراجة الواحدة لتفاديهم من حوادث السير. جهود كبيرة تبذلها شرطة السير بساحل حضرموت في ظل مطالبات المواطنين باتخاذ إجراءات صارمة للحد من الاختناقات والحوادث المرورية، ما يدعوهم إلى الاستمرارية في هكذا حملات. لقناة المكلا، محسن بالبحيث. عقدت الهيئة الإدارية التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت اجتماعها الدوري الشهري لمناقشة الموضوعات المتعلقة بنشاطات الإدارات والمستجدات على مستوى المحافظة والساحة الجنوبية. ووقفت الهيئة أمام التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الدوري لأعضاء القيادة المحلية، حيث جرى تكليف مدراء الإدارات بإعداد تقارير عن نشاطهم ومناقشتها في اجتماع الهيئة الاستثنائي الذي قررت عقده يوم السبت القادم. وتطرق الاجتماع إلى مخرجات اتفاق الرياض مشيدا بحنكة فريق المجلس التفاوضي ووطنيته، ومعبرا عن تقديره للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاز هذا الاتفاق. تحل اليوم الذكرى 3 لوفاة نائب المدير العام إذاعة المكلا لشؤون المذيعين خالد صالح باكرمان الذي وافاه الأجل فجر 28 من أكتوبر لعام 2016 بعد معاناة مع المرض. وأحيى زملاء الفقيد ذكرى وفاته 3 على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة تحكي حجم الخسارة الفادحة للرحيل الإذاعي القدير خالد باكرمان الذي كان للفقيد إسهامات متعددة في العديد من المجالات الإبداعية الإذاعية من خلال إعداد وتقديم البرامج المتنوعة والتزامه المهني، كما أنه يعد واحدا من المبدعين في مجال المسرح والعمل الثقافي والاجتماعي بالمحافظة، ممن عملوا في أحلك الظروف بإخلاص وصبر ونكران للذات. ونختتم الأخبار من لحج، حيث أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى مديرية الحد يافع فريقا طبيا ميدانيا تابعا لها مع كميات من الأدوية الخاصة بمرض الدفتريا. واطلع الفريق الطبي الميداني على الوضع الصحي في المديرية
وسلم كمية من الأدوية للمستشفى العام، واستمع إلى شرح موجز عن أمراض الدفتريا وحمى الظنك والكوليرا، إلى جانب الصعوبات والمعوقات التي ترافق سير العمل الصحي بها. وثمنت السلطة المحلية دعم دولة الإمارات العربية المتحدة وسرعة استجابتها للمناشدة التي أطلقها مكتب الصحة بخصوص وباء الدفتريا الذي انتشر في بعض القرى وأودى بحياة 3 أطفال وأكثر من 45 طفل مصاب حتى نهاية الأسبوع الماضي. المديرية كما رأيتموها يعني محتاجة جدا في الجانب الصحي، تفتقر لأبسط الأشياء، تفتقر لكل أو قدر ربما جميع الأشياء لا توجد إلا بجهد ذاتي من إدارة الصحة وإدارة المستشفى. الله يجزيهم خير. نتقدم بالشكر الجزيل للهلال الأحمر للاستجابة السريعة خلال ساعات أو أيام قليلة. أثناء توجه الدعوة لهم أو النداء بالأوبئة الموجودة في المديرية، وكان حقيقة يعني أسرع جهة تتوصل إلينا، فنكرر شكرنا الجزيل لهم. وحتى وقيل الصحة في مجالات أخرى نحن بحاجة لها بحكم أن احنا منطقة حدودية، منطقة قريبة من الجبهة، ولو سمح الله وحدثت الحرب قد ربما لا نستطيع أن نسعف مصاب. نحن في مديرية الحدة عملنا نداءات من أجل مساعدتنا والاستجابة لندائنا بالتعاون ضد مرض الدفتيريا والكوليرا وحمى الظنك، والفريق الإماراتي استجاب لندائنا وجابوا لنا الأدوية. نشكر الهلال الأحمر الإماراتي على ما يقدمه سواء لنا في مديرية الحد أو في الجنوب بشكل عام. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. استعدادات مكثفة في حضرموت لتفادي أي مخاطر محتملة لإعصار كيارا. إطلاق حملة مرورية لضبط دراجات نارية مخالفة لقواعد السير بالمكلا. الإمارات تزود مديرية الحد يافع في لحق كميات من الأدوية لعلاج مرض الدفتريا. سيدات وسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.